الجيل الحالي هو مذكور على الفيسبوك ولا لا باس نذكر به السادة المشاهدين وسيد المخرج خرجنا على الشاشة. كتب الدولة للخريجي الحالي كان سفير في جاكرتا وأرسل رسالة لصخر الماطري موجودة، هذا حصل الموقع أميكاري نيوز نشوف على الشاشة، احنا ما نصدقوا ما ناكدوش ما هي مذكوره في اسمه. يقول سي كاتب الدولي هذا كان سفير في اندونيسيا فيصل جويعة ارسل رساله للسيد شو اسمه هو صخر الماطري يقولوا شار سي صخر تقرونها على الشاشه باللغه الفرنسيه، اخيرا لقيت لك القرد الطيب اللي تلوج عليه توعدنا سي كوبل. نعم كوبل تفضل سي. لا الكوب يعني قرد وقردة كرمك الله الحمد لله. آه. زوج زوج قردة في تكاثروا عنا هنا. نعم بارك الله فيك حسين على الاستضافة مشاهده في رسالة عشاشة. نعم بداية لا يسعني إلا أن أستغل الفرصة للترحم على روح